وعزوف الشعب العراقي عزوف كان فظيع يعني غير مسبوق بالكره الارضيه كلها بحدود 20%. هسه قاموا يعترفون قسم منهم يقول والله 20% واقل حضروا ذهبوا من الناخبين الى صناديق الاقتراع. هاي ما تسمى انتخابات، هاي الحقيقه ما تسمى انتخابات. والقبلها انتخابات ايضا مزوره، والقبلها فازت العراقيه وقالوا يابا والله ايران ما تقبل وامريكا ما تقبل. يابا ليش ما تقبل؟ مو هذا الشعب العراقي صوت قالوا ما تقبل. يا ليش ما تقبل؟ قالوا والله إيران ما تقبل. فإيران مهددة بإيقاف التفاوض السري على الملف النووي، هذا كتاب نشر في الولايات المتحدة الأمريكية من صاحب الشخص الثاني بالأمن القومي الأمريكي. إذا ما أمريكا وقفت ضد علاوي وضد العراقية، لأن أنا قلت لهم يابا إذا هي قضية ضدي أنا ما أريد أصير رئيس وزراء، أي واحد من العراقية يصير رئيس وزراء. فإيران الآن تعترف بهذا الشيء وتقول، وأنا التقيت بالأخ وزير الخارجية الإيراني مؤخرا يعني قبل فترة قصيرة، وقلت له أنتم تخطئون عندما تتدخلون في دول المنطقة، لأن هذا سيفتح الأبواب مشرعة أمام تدخلات أخرى في دول دولتكم، فإياكم تستمرون بالتدخل بهذا الشكل حقيقة. ولهذا أنا حريص على استقلالية العراق وسيادته، وحريص أنا مو من دعاة الحرب ضد إيران أبدا، وأنا الوحيد اللي يمكن من السياسيين اللي ما مرتبط بإيران ولا لي علاقة بإيران ولا زائر إيران في كل عمري.